بنشوفكن بحلقة جديدة من يومية. هاللعبة يلي مثل ما اسمها بيدل تقدر تربحكن مبالغ مالية عديدة كل يوم من التنين للجمعة، بشرط بس انكن تصيبوا الطبيت يلي رح تختارون المكانة. وقبل ما نبلش بصحبتنا لليلة ونشوف شو معقول يكونوا الطبيت لسحب الجمعة 7 أيلول 2018، بدنا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية استاذ محمد الحاج شحادي. مساء الخير سنور، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. وكالعادة مننتقل أنا وياكن فورا لليومية 3. بانتظار الطابات ينزلوا بالمكنة وينخلطوا مباشرة قدامكن على الهواء. وأول طابة بينت ورقم 3، طابة تانية، واحد، والطابة التالتة، كمان واحد. إذن 3-1-1 هودي هن الأرقام يلي بيربحوكن لشبكة اليومية 3 لليلة. مبروك لكل الأشخاص يلي تكسوا هودي الأرقام. وإذا كنتم تكسينهم بالدور لتعرفوا قدي بتربحوا، القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة. أما إذا كانوا حيالله، القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة. وإلى اليومية 4، وخلونا نشوف الطابات سوا. أربع طابات رح يبينوا قدامكن على الشاشة، واحدة ورا التانية خلال ثواني. وأول طابة رقم 9، طابة التانية 5، طابة التالتة 1، والطابة الرابعة 0. 9-5-1-0 هودي هن الأرقام يلي بيربحوكن لشبكة اليومية 4. يلي متكس هودي الأرقام بالدور يضرب القيمة يلي دفعها ب 4000 مرة ليعرف قديه بيربح مصاري. ويلي متكسن حيالله يعني مش بالترتيب نفسه يلي وارد قدامكن على الشاشة يضرب القيمة يلي دفعها ب 150 مرة. ومنختم أنا وياكن صحبتنا مع اليومية 5. اليومية 5 آخر سحب، وبهيدي الشبكة معقولة تربحوا 120 مليون ليرة، وهي أعلى قيمة عنا باليومية. والطبيت هن 8، 0، 7، 4، وآخر طابة 9. إذن 8-0-7-4-9 هودي هن الأرقام يلي بيربحوكن لشبكة اليومية 5. يلي متكس هيدي السيري ليعرف قدي بيربح إذا تكسها بالدور بيضرب القيمة يلي دفعها ب 40000 مرة، ويلي متكسها حيالله يضرب القيمة يلي دفعها ب 350 مرة. خلصوا صحبتنا لليلة ورح نرجع نتأكد منهم. معك محمد، تفضل. صحبات يومية يوم الجمعة 7 أيلول 2018، سحب رقم 662. الأرقام الرابحة يومية 3-3-1-1، يومية 4-9-5-1-0، ويومية 5-8-0-7-4-9. شكرا لك محمد. مشاهدينا مبروك لكل الأشخاص يلي ربحوا معنا الليلة. أما يلي ما زبطت معهم من إلكم بسيطة، لأنه كل يوم فيكن يومكن معنا. والأشخاص يلي بعد ما تكسوا فيكن جربوا حظكن معنا بس ب 500 ليرة. وما عليكن إلا تختاروا الشبكة يلي بدكن إياها، تنقوا أرقامكن من 1 ل 9، تختاروا إذا بدكن إياهن بالدور أو حيالله، وتختاروا القيمة من 500 ليرة ل 3000 ليرة، وتنطرونا التنين بسحب جديد. باي باي.
البلد يا ولاد البلد يلي عم بيصير جنون نحن بذات الشجرة حصون عيب علينا بعض نكون حكمنا ولد يا ولاد البلد يلي عم بيصير جنون نحن بذات الشجرة حصون عيب علينا بعض نكون حكمنا ولد شفنا بدل السعادة تعطي وإنه ببلدنا الروح رخيصة كتير كتير بلنا واكتشفنا بدل السعادة تعطي وإنه ببلدنا الروح رخيصة كتير كتير وبعضهم بيقولولي هاي بلد الرجولة ونحن اللي علمنا العالم شو يعني الابتعاد اللي راحوا من ولاد البلد يا ولاد البلد يلي عم بيصير جنون نحن بذات الشجرة حصون عيب علينا بعض نكون ويحكمنا ولد يا ولاد البلد يلي عم بيصير جنون نحن بذات الشجرة حصون عيب علينا بعض نكون ويحكمنا ولد يا ولاد البلد بي بدو ياني اشتغل مع الحزب وانت ما بدك؟ مش قصة هيك انا ما عندي شيء ضدهم يا جماعة بس انه ما بدي اتحزب مع حدا انه مش شرط تتحزب هيدا شغل بالاخر هي مش هيك القصة انه اذا بتشتغلي معهم بتصيري مثل ولادهم فهمت قصدي؟ طيب وما زعل بيك لانك قلت له لا؟ يزعل